تأهل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية عبد اللطيف منيع للمنافسة على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، وجاء ذلك بعد فوزه على مباراة الطردية على اللاعب البلغاري كريل ميلينوف في منافسات وزن 130 كيلوغرام بالنتيجة 6-4. ومن المقرر أن يلعب منيع في وقت لاحق على الميدالية البرونزية أمام اللاعب الصيني مينغ ليكزي. كما تأهل محمد جبر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية وزن 97 كيلوغرام إلى الدور نصف النهائي في الأولمبياد بعد الفوز على بطل بيلاروسيا بالنتيجة 4-1.